إلك زمان واصل؟ لا هلأ وصلت. بدك تروح لعند المحامي ولا في شيء؟ ايه بدي روح. نيفين آسف منشان هداك اليوم، بس حاسس بعد ما اتخانقت أنا وغسان إنك أخذتي موقف مني. صراحة مو هيك، قصدي أنا متضايقة شوي، ويمكن يكون عم أظلمك معي كمان. لا تواخذني إذا ضايقتك، بس يرتاح بالي منرجع منحكي مثل الأول. لا ماني متضايق، يلا امشي. بعيد كتير؟ جنب الجامعة، رح نروح مشي. طيب نيفين ما قالت لك أي شيء؟ قالت لي، بس حابة اسمع هالكلام منك مو من حدا. وصلنا. بعرفه لهالمحامي كمان من جماعة أحمد. قول لرسول شو الوضع وجيب الأمانة معك، ماشي؟ نحن رح نوقف هنيك، حاول لا تطول. حاضر. ما بخبي عليكم، بعد المعلومات اللي فهمتها عن والدتك بصراحة هلا وضع والدتك ما بيطمن كتير. عكل هي نظرة مبدئية للقضية، ما تخافي منلاقي حل وبتمنى يصير خير. بدي أخذ رأيك بشغلي، يعني كيف بدي أقول لك، الست المشتكية حطت شرط لحتى تتراجع عن ادعائها. إيه بس كيف عرفت؟ هيك أمور متوقعة كتير. شو الشرط اللي حطته؟ إنه أمي ترفع دعوة طلاق على أبي لحتى هي تقبل تسحب شكوتها. بهيك حالة شو فينا نعمل؟ منطقياً بهيك وضع من مصلحة والدتك تقبل بهالشرط، بس للأسف في شي على حساب شي، وهالشي بيرجع لقرار والدتك، مع إنه هالقرار صعب كتير عليها. جبت الأمانة؟ ايه جبتها. أعطيها. سيدة للشؤون القانونية، بدي همتك يا بطل، خلص وارجع فورا ماشي؟ حاضر. حاليا مطلوب منك تعملي لي توكيل بالقضية، وأنا رح أحاول خلص الإجراءات بأقرب وقت ممكن، ورح بعمل كل جهدي كرمال طالع الوالدة. بتشكرك مرة تانية.
اهلا وسهلا. شكرا كثير. ولو شوفك بعدين. ذكرت، لا تؤاخذني انا مشوشه كثير. ما سالتك عن التكاليف، يعني قديش؟ هالموضوع انا واحمد بنحله، انت ولا يهمك. أنا ما فيني أقبل بهيك شيء أبداً، هيك ما بيصير. ما بيصير هيك، أحكي لك شي كلمة. خلص ما في مشكلة، شكراً كثير إلك. أهلاً وسهلاً. ياكو رزان طايرة، أكيد في خبر بفليش. قنبلة، في قنبلة انفجرت. شو قنبلة؟ شو بكي رزان؟ أحمد تصاوب. مين أحمد؟ يلي معنا بالجامعة. أحمد ما غيره؟ أنا دريت من رفقاته بانفجار القنبلة هي، وقالوا كمان معه وحدة. مين كان معه؟ ما عرفت. شو صار له؟ اللي عرفته إنه لما انفجرت القنبلة أحمد تصاوب والبنت ماتت، ما منعرفها مين. عفوا لو سمحتي، سمعت انه اسعفوا الاشخاص اللي انفجرت فيهم القنبلة لهون، بتعرفي وينهم؟ حاطينهم بالاسعاف. في حدا ميت؟ ما بعرف، فيك تسألي جوا. لوين فايتين هيك؟ شو دخلك انت بعد هيك؟ شو ما بتفهم؟ روح من هون بعده من وشي احسن لكم. ها عشان الله طولوا بالكم، نحن رفقات احمد ونيفين بالجامعة، درينا انه انفجرت قنبلة جنب احمد وما بعرف مين كان معه، بس قالوا لنا انه جابوه لهون وفي وحدة ماتت. دخلكم خلونا نفوت نطمن. طلع لبرا يلا. مين انت اللي تقلي طلعوا لها؟ بس انا اتركوا شو لورا ولا ولك رسالة ولا ولا خطب يا كلب. انا هون ولا برا ولا برا يا شباب بعد عني. أنا بعرفهم، اتركوهم يفوتوا. بعدوا لا. شوفي والله خوفتيني عليكي. لكن أنا شو بدي أقول؟ مرحبا. ما بتعرفي شو صار فينا وقت درينا انه في بنت ماتت.